كان دائما ما تسبغ الجماهير عليه صفات ربانية وإلهية، وإنه هو المخلص وهو المهدي المنتظر وهو كذا وهو كذا وهو كذا. كانوا يبايعونه على أنه المهدي المنتظر. البيعة لك يا حازم، تعالوا نسمع. السمع والطاعة، السمع والطاعة في الممشة والمكره، في الممشة والمكره لك السمع والطاعة، السمع والطاعة في الممشة والمكره، في الممشة والمكره. ما أطعت الله فينا، ما أطعت الله فينا. لك البيعة يا حازم، لك البيعة يا حازم، على أن ننصرك، على أن ننصرك بأموالنا، بأموالنا ودمائنا، ودمائنا وأهلينا، وأهلينا وذرارينا، وذرارينا. وأموالنا، وأموالنا ودمائنا، ودمائنا بما أراك الله، بما أراك الله من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وهذه يد الله عز وجل، وهذه يد الله مع أيدينا، والله عز وجل على ما نقول شهيد، والله عز وجل على ما نقول. هذه يد حازم، فليبايعني من يبايع لحازم. طقوس إخوانية، طقوس شيعية، طقوس خوارجية، لكنها أبدا لم ولن تكن طقوسا إسلامية. ما هذا العبث؟ عبثوا باسم الدين، عبثوا في قواعد الدين، عبثوا في أصول الدين.